بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في الكويت مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر آليات توزيع التعاون بين اليمن والصندوق لتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار. وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في الكويت مع مدير الصندوق العربي للإنماء بدر السعد أهمية استئناف تمويل المشاريع التنموية في اليمن بما يسهم في عملية التعافي الاقتصادي وتقديم الخدمات. تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز سير العمليات العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب واطلع على أحوال أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وما يسطرونه من تضحيات خالدة في المعركة الوطنية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية. أكد مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي ظهور مساحات واسعة بمحافظة تعز ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة ما يكشف عن فداحة الكارثة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية. وصلت إلى مدينة مأرب قافلة غذائية متنوعة مقدمة من أبناء إقليم عدن عبر مؤسسة عدن الخير وذلك دعما لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات محافظة مأرب لمواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.